بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. هذا المسجد كما ترون، وهذا هو المكان الذي يجمعون فيه الماء، وعندهم مكان هنا لجمع الماء، غالبا يكون منخفض وادي، يحفرون حفرة صغيرة يجتمع فيها ماء المطر ويأخذوها يعني. أو تأتي لهم سيارة، هذه السيارة تعطيهم الماء بالأموال، والسيارة قد تأتي مرة كل أسبوع أو مرة كل أسبوعين. هذه قرية كبيرة كما ترون، أعداد السكان فيها كثر، فإن شاء الله نحفر لهم هنا إن شاء الله. نحن في الطريق الآن لنرى كيف يحصل أهل هذه القرية على الماء. كل أهل هذه القرية يشربون من هذه الحفرة الصغيرة التي أنتم سوف ترونها الآن. يعني حتى قد ترون هنا أماكن فيها الماء قريب، لأن هذا يعتبر منخفض وادي، فيجتمع ماء المطر هنا فيشربون ويجمعون الماء هنا. فإن شاء الله نبني لهم بئرا، نحفر لهم بئرا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، تم الله عليكم فضله ونعمته وجوده. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيضا في هذه المدرسة وفي هذا المسجد مدرسة لتعليم القرآن واللغة العربية كما سترون. جزاكم الله خيرا إخواني، هذا كما ترون هنا أيضا مدرسة لتعليم القرآن واللغة العربية. السلام عليكم. هنا يتعلمون القرآن ما شاء الله. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وأتم الله عليكم خيره وفضله. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. المنظمة العالمية للإغاثة الإنسانية بئر ارتواز فريق صف الخير 2 صدقة جارية عن السادة المهندسين والعاملين بمجموعة سيدي الكابلات العدلي سرنبيل أشرف مصطفى محمد إبراهيم سمر محي رضا عزازي السعيد الزبعة الشيماء فؤاد خميس عارفين حسن آل تامر جلال الخالد هواري الغباري زياد عمر ويس مكة إسلام توفيق محمد السماني احمد الياسر الحماد الزكريا وجيه عبد حموده مروه سواح عند محمد ندرة سعيد حمزه حسام. حفرنا هذا البئر هنا في دوله تنزانيا. جزاكم الله خيرا اخواني على ما قدمتم لاخوانكم المسلمين هنا في دوله تنزانيا. الحمد لله قد حضر معنا اهل هذه القريه لافتتاح هذا البئر. الحمد لله هذه منطقه تعاني معاناه شديده من المياه. جزاكم الله خيرا على ما قدمتم لإخوانكم. الحمد لله هذا هو البئر كما ترون أمامكم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتكم. جزاكم الله خيرا إخواني على ما قدمتم لإخوانكم المسلمين. جزاكم الله خيرا إخواني على ما قدمتم لإخوانكم في دولة تنزانيا.
بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. المنظمة العالمية لإغاثة الإنسانية أطعم الطعام بإفريقيا مشروع تبنته المنظمة العالمية لإغاثة الإنسانية، جزاكم الله خيرا على ما قدمتم لإخوانكم المسلمين في دولة تنزانيا عقيقة باسم ليان محمد عدلي، نسبحها هنا في دولة تنزانيا. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك. بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا منك وإليك. تكبير تكبير تكبير، الله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. ذبحنا هذه العقيقة في يوم افتتاح هذا البئر الطيب المبارك، بئر صحبة خير، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وأتم الله عليكم الفضل والنعمة. وقد شارك معنا في ذبح هذه العقيقة أبناء المسلمين الذين يحفظون وتعلمون القرآن واللغة العربية هنا في هذا المسجد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا وصلى اللهم وسلم على النبي محمد، جزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. المنظمة العالمية لإغاثة الإنسانية أطعم الطعام بإفريقيا مشروع تبنته المنظمة العالمية لإغاثة الإنسانية عقيقة ليان محمد عدلي هنا في دولة تنزانيا. الحمد لله هذه العقيقة في يوم افتتاح هذا البئر الطيب المبارك، بئر فريق صحبة خير. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يجزيكم خيرا على ما قدمتم لإخوانكم المسلمين هنا في دولة تنزانيا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يتم عليكم الفضل والنعمة، جزاكم الله خيرا إخواني على ما قدمتم لإخوانكم المسلمين، جزاكم الله خيرا إخواني على ما قدمتم لإخوانكم المسلمين. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الابنة ليان محمد عدلي وأن ينبتها نباتا حسنا. الله سبحانه وتعالى أن يجعلها من أهل القرآن ومن حملة التوحيد. جزاكم الله خيرا إخواني على ما قدمتم لإخوانكم المسلمين هنا في دولة تنزانيا. بارك الله فيكم وأتم الله عليكم الفضل والنعمة. الحمد لله رب العالمين. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد. المنظمة العالمية لإغاثة الإنسانية عقيقة إلهام سعيد، نسبحه هنا في دولة تنزانيا في يوم افتتاح هذا البئر، بئر فريق صحبة خير. بسم الله الله أكبر، بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا منك وإليك. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا إخواني. حضر معنا في ذبح هذه العقيقة أطفال المسلمين وهم أمامكم الذين يتعلمون في هذه المدرسة وفي هذا المسجد يتعلمون القرآن واللغة العربية، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. اليوم إن شاء الله سيتم افتتاح هذا البئر، بئر فريق صحبة خير، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجزيكم خيرا على ما قدمتم لأبناء المسلمين. هذا وصلى اللهم وسلم على النبي محمد وجزاكم الله خيرا. بسم الله والحمد لله وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد. المنظمة العالمية لإغاثة الإنسانية أطعم الطعام بإفريقيا مشروع تبنته المنظمة العالمية لإغاثة الإنسانية صدقة عن آل زكريا هنا في دولة تنزانيا، نذبحها في يوم افتتاح هذا البئر الطيب المبارك، بئر صحبة فريق صحبة خير. بسم الله الله أكبر، الله أكبر، بسم الله الله أكبر، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا منك وإليك، الله أكبر، الله أكبر. تكبير، الله أكبر، تكبير، الله أكبر. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل في موازين حسناتكم. ذبحنا هذه الصدقة في هذا اليوم ومعنا أبناء المسلمين الذين يتعلمون في هذا المسجد، جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذا صلى الله وسلم على النبي محمد وجزاكم الله خيرا. صلى الله وسلم على سيدنا محمد. المنظمة العالمية لإغاثة الإنسانية مشروع أطعم الطعام بإفريقيا صدقة آل زكريا هنا في دولة تنزانيا. الحمد لله هذه الصدقة في يوم افتتاح هذا البئر، بئر صحبة خير في هذا المسجد. أدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجزيكم خير الجزاء على ما قدمتم لإخوانكم المسلمين هنا بدولة تنزانيا. أدعو الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم وأن يجزيكم خيرا على ما قدمتم لإخوانكم المسلمين هنا في دولة تنزانيا. أدعو الله أن يحفظكم وأن يجعل هذا العمل في موازين
وتزيد حسناتكم جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم واتم الله عليكم الفضل والنعمه. هذا وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وجزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يتم عليكم الفضل والنعمه. جزاكم الله خيرا اخواني على ما قدمتم اخوانكم المسلمين هنا في دوله تنزانيا. ندعو الله سبحانه وتعالى ان يجعل هذا العمل في موازين حسناتكم. جزاكم الله خيرا على ما قدمتم لاخوانكم. قال الله جل وعلا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. جزاكم الله خيرا إخواني. ما زالت هناك الكثير والكثير من القرى التي تحتاج إلى الآبار. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وأتم الله عليكم الفضل والنعمة. جزا الله خيرا كل من أنفق وساهم وعاون ليصل الخير إلى إخواني هنا في دولة تنزانيا. جزا الله خيرا الإخوة القائمين على المنظمة العالمية للإغاثة الإنسانية. هذا صلى اللهم وسلم على النبي محمد وجزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم.